نعم، الغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة وازدادت حدتها منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة. هناك عدد كبير من الشهداء وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة من النصيرات، من المغازي، استهداف لمدرسة فيها نازحين في وسط قطاع غزة ونقل عدد كبير من الإصابات منها. غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة أدت إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، تم انتشالهم، منازل يتم استهدافه ويتم إخراج أحياء منها في هذه اللحظات في محافظات جنوب القطاع. وقبل لحظات من الآن وصل عدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف منزل في غرب مدينة غزة. وصل عدد كبير من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي. أعداد المصابين ما زالت تزداد بشكل متسارع وكذلك أعداد الشهداء. فقط في جنوب القطاع 80 شهيد منذ ساعات الصباح والعدد مرشح للزيادة. وزارة الصحة الفلسطينية لا تستطيع إلى هذه اللحظة حصر الأعداد بشكل كامل نظرا لأن هناك انقطاع في وسائل الاتصال والتواصل مع باقي المستشفيات وصعوبة التواصل معها. صبيحة هذا اليوم ومنذ ساعات الصباح كان العدد 2800 شهيد، لكن مع هذا الكم الكبير الذي سقط منذ ساعات الصباح العدد ربما فاق 2900 شهيد، سيما وأن الغارات الإسرائيلية ما زالت متواصلة على مناطق مختلفة من القطاع. الآن هناك رشقات صاروخية تطلق من القطاع ومحاولات للقبة الحديدية اعتراضها. كان هناك غارات أيضا في مدينة غزة في جنوب المدينة وفي شمال مدينة غزة. وحتى هذه اللحظة ونحن نتحدث معكم ما زال هناك إصابات تصل إلى داخل مجمع الشفاء الطبي، حيث أن هذه الغارات تستهدف مناطق مختلفة كما قلت في حي الزيتون وفي حي الشيخ رضوان. إلى هذه اللحظة القبة الحديدية نشاهدها وهي تحاول اعتراض هذه الإصابات. القبة الحديدية الآن تقوم بإطلاق عدد من الصواريخ في سماء القطاع في محاولة منها لاعتراض هذه الصواريخ، حيث منذ ساعات الصباح تقصف الفصائل الفلسطينية مستوطنات محاذية للقطاع. وأيضا تقوم القبة الحديدية بمحاولات اعتراض لها بشكل كبير لكن تفشل في كثير من الأحيان. طيب محمد، يعني دقق لي المعلومة، كنت أريد السؤال عن هذا المؤتمر الصحفي، يعني هل فعلا سنطالع مؤتمرا صحفيا ربما بعد لحظات يا محمد عن توقف المستشفيات تماما عن تقديم الخدمة؟ يعني دقق لي المعلومة رجاء. يعني نحن بالفعل نحن قد نكون خلال لحظات قليلة قادمة سنكون أمام مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات الصحية هنا في القطاع. لا أدري هل ستعلن انهيار كامل لهذه المنظومة الصحية أم أنها ستقول بأن المستشفيات لم تعد قابلة لاستقبال أي إصابات جديدة، أم ستقول بأن المصابين في داخل المستشفيات حياتهم مهددة بالخطر نظرا لنفاذ الوقود بشكل كامل. هناك العديد من التحديات ستعلن عليها وزارة الصحة خلال لحظات قليلة من الآن، لكن الوضع سيكون كارثيا جدا. يعني لا سيناريو بديل يضعه أنها ستتحدث به نعم لا سيناريو بديل، يعني في يعني إن كان هناك بعض التسريبات لا سيناريو بديل بالفعل. هل سيقدمون سيناريو آخر يعني توقف الخدمة للمصابين وطبعا ثلاجات الشهداء؟ هذا أمر كارثي يا محمد. بالفعل الوقود بالفعل هو نفذ بشكل كامل أو ربما خلال أقل من 5 ساعات تفصلنا عن نفاذ كامل لهذا الوقود. لا تستطيع الطواقم الطبية التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة التي وصلت المستشفيات، سيما ونتحدث عن أكثر من 10,000 إصابة، أعداد كبيرة من الشهداء جثامينهم تحللت ما زالت في داخل بداخل ثلاجات الموتى. لا أهاليهم حتى هذه اللحظة لم يتعرفوا عليهم إلى الآن. الآن تصل سيارات إسعاف وسيارات مدنية محمد. الآن نشاهد سيارة لنقل الغاز محمد تقوم الآن بنقل المصابين، سيارة مدنية تقوم بنقل عدد من الأطفال المصابين، سيارات إسعاف تصل أيضا تقوم بنقل الآن أطفال في هذه السيارات. سيدة فلسطينية ترتدي ملابس الصلاة. إذا هذه كما قلت من غارة إسرائيلية وقعت في حي الشيخ رضوان في شمال مدينة غزة، والآن سيارات مدنية ويتم نقلها. هذا مدخل يعني الحديث يدور كما يعني يبلغ هذا الشاب الذي هو بداخل هذه السيارة. ليس شهداء، هذه إصابة صحيح؟ نعم الشاب يبلغ بأن هناك عدد كبير من الإصابات ربما والشهداء في هذه الغارة في
في شمال مدينة غزة في حي الشيخ رضوان. هنا سيارات المواطنين تسارع عندما تشن غارة إسرائيلية، تسارع السيارات التي تتواجد في المنطقة بإسعاف هؤلاء وانتشال جثامينهم في محاولة منهم لمساعدة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف التي أنهكت بشكل كبير جدا وربما لم تعد قادرة على مواصلة هذا العمل، وربما أيضا سيتم التحذير من هذا بعد لحظات قليلة لأن سيارات الإسعاف أيضا الوقود الذي بداخلها قد نفذ بشكل كامل، وهناك خطر على حياة الجميع من المصابين والشهداء، سيما أن سيارات الإسعاف قد يعلن أنها ستتوقف عن العمل أيضا جراء نفاذ الوقود الخاص بهذه السيارات.